في إطار التطوير المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية، تم افتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بمدينة 6 أكتوبر، والذي تم تزويده بالتقنيات الحديثة التي تسهم في إدارة الحركة المرورية إلكترونيا وتحقيق التكامل مع الوزارات لإتاحة الخدمات المرورية إلكترونيا. منذ انطلاقة التحديث بكافة قطاعات وزارة الداخلية ووتيرة الإنجاز تسير بخطى سريعة، تغيرت معالم المنشآت الشرطية وأصبحت الخدمات الجماهيرية تقدم للمواطنين بصورة حضارية وسريعة. قطار التطوير بالوزارة شمل الخدمات المرورية بهدف الوصول إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بصورة كاملة. لذلك جاء إنشاء وافتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور خطوة أخرى على هذا الطريق. المقر الجديد يضم مركزا للمعلومات مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية طبقا للمواصفات القياسية العالمية لإنشاء مراكز البيانات. المقر الجديد يحتوي على مركز تشفير الملصق الإلكتروني مزود بماكينات تشفير بقدرة 50,000 ملصق يومياً، ويضم المقر مركزاً لإصدار كروت وتصاريح التشغيل والعلامات الإيضاحية لقائد ومالك مركبات النقل البري، وقاعة تدريب الضباط وأفراد المرور لشرح كافة التطبيقات الحديثة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المرورية. ويقوم مركز المعلومات بتجهيزاته المطورة بضمان تنفيذ جميع التطبيقات لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين إلكترونياً، منها برامج التراخيص الموحدة لرخص القيادة والتسير، رصد وتحصيل المخالفات إلكترونياً، استخراج الملصق الإلكتروني، تشغيل محطات الفحص الفني الإلكتروني، موقع المزاد الإلكتروني لبيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة لصالح صندوق تحيا مصر، موقع بوابة مرور مصر، موقع بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى دور المركز في تحقيق التكامل مع الوزارات والهيئات في تقديم الخدمات المرورية من خلال الربط الإلكتروني مع مراكز المعلومات بها. وعند استكمال منظومة النقل الذكي والتي من عناصرها الأساسية الملصق الإلكتروني، فإنها تتيح سداد رسوم بوابات تحصيل الرسوم إلكترونياً دون توقف المركبة ورصد المخالفات والكثافات على مدار اليوم. كما تم عقد العديد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والهيئات الحكومية من أجل تيسير الخدمات والإجراءات المرورية للمواطنين، بما يتيح سداد الرسوم والضرائب والمخالفات والتأمين الإجباري إلكترونياً وإصدار وثائق التأمين الإجباري إلكترونياً لكافة أنواع المركبات، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعي. كما تم إنشاء أول مقر بمول سيتي ستارز لتقديم خدمات المرور الترخيصية خارج وحدات المرور دون التقيد بالنطاق الجغرافي من خلال برمجيات التكامل مع مركز معلومات الإدارة. ويأتي إنشاء المقر الجديد في ظل سعي وزارة الداخلية نحو التحديث والتطوير لكافة قطاعاتها لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، مع الحرص على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة عالية وصورة حضارية.